كانوا بيقولوا لك ايه في السكشن؟ خلي زميلك يبص على ناحيه وانت تجيب قطنه صغيره قوي مبرومه وتلمس بياض العين. هو مش المفروض البياض اتصال البياض بسواد العين اللي هي الكورنيا، تلمس لمسه تلاقي زميلك قفل. طب ليه غمض عينيه؟ لان هو حس بلمسه القطنه بالاوفثالميك ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف، ده قفل. طب غمض عينيه بسبب مين؟ اوربيكيولاريس اوكيولاري سبلايد باي فيشيال نيرف، يبقى قفل. خمسه اللي هو ترايجيمينال وافرنت فيشيال اللي هو سبعه. ودي كلها نقط مهمه جدا في البروتكتيف ميكانيزم. في لسه نقطه ما اتقالتش في البروتكتيف ميكانيزم، الدموع التيرز، ودي اخدتوها في الاناتومي بالتفاصيل. تركيب التيرز ايه هي والفانكشن بتاعتها. انا ما يهمنيش كفيسيولوجي ستراكشر اوف تيرز، انا يهمني بشكل اساسي فايده الدموع ايه. ايوه هي طالعة من لاكريمال اباريتس، وطبعا بتوع الاناتومي قاعدين في بانتم ولاكريمال وقاعدوا يتكلموا على الدرينج، حلو قوي. لكن انا اللي يهمني بقى ليه ربنا عمل دموع وراك يا كورنيا؟ ليه؟ لسبب بسيط جدا يا جماعه. الكورنيا دي هنقولها في الفيديو اللي جاي، ايوه السطح بتاعها كيرت وريجولر، لكن في شويه تعليجات بسيطه جدا يعني ما عملتهاش في الرسمه، ماينيوت irregularities. دول الدموع هنا ايه؟ يملا اي تعليق صغيره في سطح الكورنيا يخلي سطحها املس 100% 100% سموث. يبقى فايده التير اول فايده ايه؟ فيل ذا ماينيوت irregularity ان ذا كورنيا. طب وليه فايده ثانيه؟ دكتور انت لسه بتقول لنا ان لازم التيرز بروتكتيف، فيها اميونوجلوبولين ايه وفيها لايزوزومز. وهنا بقى تعالوا اوقفكم وافكركم بذكريات سنه اولى. اخدتوا في الاميونيتي في سنه اولى عندنا خمسه اميونوجلوبولينز. اميونوجلوبولين ايه؟ يوجد في اي افراز في جسمك، يوجد في الدموع، يوجد اميونوجلوبولين في الجي اي تي هتاخدوها بعدين، يوجد في لبن الام، ايوه عشان كده يقول ان لبن الام مناعه طبيعيه. طب اميونوجلوبولين من اسمه وده انتي بوديز، يبقى هيهاجم اي فورين بودي بيدخل، يبقى دي اتنين. طب ايه فايده اللايزوزومز اللي جوه الدموع؟ اجسام محلله. انتي بادي لما مسك في الانتيجين الشعره او الرمله اللي دخلت في عينك، دور اللايزوزوم يعمل لها ايه؟ ان هو يكسرها ويكسر نوالج المعركه. يبقى احنا عرفنا فكره البروتكتيف في قدام وفي ورا، ودور الايليد كبلينج كاوديتور كفيجوال. قلت حاجتين الميلاس والدزل، وقلت كورنيال ريفلكس، واتكلمت على فكره الدموع. يبقى في نهايه الفيديو ده عايز اوضح نقط مهمه جدا. النقطه الاولى اتكلمنا على الاناتومي وقلنا في ثلاثه لايرز وثلاثه كونتنت واثنين شيمبر. اتكلمنا على الفيزيكس بثلاث افكار، سرعه الضوء في الهواء كام وثابته وايه علاقتها بالريفراكشن. اتكلمنا على نقطتين اللي هو فوكال بوينت نودال بوينت، خطين فوكال لينس وخط وهم برنسبل اكسس. واتكلمنا على علاقه الريفراكتيف باور بالفوكال لينس، كل ما الاشعه بتبعد عن اللينس كل ما قوه العدسه بتقل. اتكلمنا عن الضوء والوان الطيف 400 700 ولو قل انفراريد وفائدته، ولو زاد الترا فايلت وفائدته، واخيرا بروتكتيف ميكانيزمز اوف ذا اي وقراءه لكما الاباريتس قرايه والنيرف سبلاي اوف ذا اي صفحه او صفحتين هتلاقوها في ورق درس بيور ريدنج.